معنا الأخ محمد من مصر. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ سامي حضرتك، أهلا وسهلا، اتفضل. أنا أول اللي بحب أقول لكم، أنا بحبكم في الأول يعني. شكرا جزيلا. الحمد لله. حياتك وألف مبروك إن شاء الله، القناة دي إن شاء الله خير عليك وعلى الأمة كلها إن شاء الله. هو سؤال بس حضرتك، أنا كان عليا مبلغ كبير من مبلغ المال يعني. وانا مؤثر الامور يعني، الحمد لله عندي ارض وعندي عقارات وكده، وعندي مبلغ مستحق دفعه ومرفوع عليا قضيه لحد اكثر من 1,000,000 جنيه كده. فانا لميت الفلوس، مثلا خدت من اخواتي وخدت مش وكده، فالمبلغ ما كفاش. فانا طبعا يعني انا يقيني طبعا ان معامله البنوك حرام والقروض حرام، بس انا مضطر غياب اخواتي الموظفين، مثلا حد من اخواتي الموظفين، فكذا حد من اخواتي هعمل لي كارد، هعمل لي كروت، لان ست وساعات بيها اي حته ارض. طبعا تصرف البلد اللي احنا فيها النهارده كل حاجه في الكود. طب يا استاذ محمد، القروض دي يا استاذ محمد، استاذ محمد، القروض دي هل من بنك اسلامي؟ استاذ محمد اسمعني معلش، هل القروض من بنك اسلامي ولا من بنك ربوي؟ لا، بنك مصر، بنك عادي. تمام، البنوك العاديه. تمام، كمل يا استاذ محمد. الو، كمل سامعك. فطبعا هنعمل كاردين، اثنين من اخواتي هيعملوا كاردين على ناخد المبلغ ونسد ونكمل فلوس للناس ونديه لهم، عشان الحكم اللي عليا واخد عليها حكم، وهندفع في المحكمه الفلوس. وبعد كده بعت ارض، بعت حاجه، اي حاجه هنبيعها عن قيمته، راح مسدد البنك وخلص. دي فيها حرمانيه مثلا، نكمل نسد. تمام يا استاذ محمد، ما تغاش ده حكم الاتفاق. واضح يا استاذ محمد السؤال. استاذ محمد خليك معانا، خليك معانا يا استاذ محمد. شيخنا هو سؤاله ان هو عليه مبلغ كبير من المال، وللاسف يعني تم رفع قضايا عليه ومهدد بالسجن، وما يملكه من اموال وعقارات وما الى ذلك لا يكفي لسداد المبلغ. فهو ليه يعني اشقاء بيعملوا موظفين، طلب منهم ان هم ياخدوا قروض بضمان وظيفتهم من بنك مصر، بنك غير اسلامي، حتى يساعدوه في سداد المبلغ وحتى لا يدخل في السجن. فبيسأل هل بهذا الأمر يكون في حكم المضطر وليس عليه ذنب ولا على إخواته؟ لا، عليه ذنب. هذا قرض ربوي، لأنه طبعا هياخد قرض، هيدفع، هيرد القرض الفوائد عليه، وبالتالي كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وابن المنذر رحمه الله تعالى، يعني صاحب كتاب الإجماع وغيره، وابن قدامة وغيرهم، يعني افادوا بان اي قرض يشترط فيه الزياده، اي قرض يشترط فيه زياده فهو ربا. واضح المساله. والنص يقول: يا الذين امنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الجزئيه الثانيه في الرد، نقول هو باستطاعته ان هو يعني بدل ما اخواته يذهبوا الى البنوك الربويه، ما يذهبوا للبنوك الاسلاميه، يذهبوا مثلا بنك فيصل، ياخذوا منه قرض حسن اذا كان هذا الامر موجود في اللوائح عندهم وفي النظام اللي قائم عليه التعامل بنك فيصل. بالتالي يبقى ياخذ، يسلك السبيل لهذا. الجزئيه الثالثه او الرابعه في الرد على هذا الكلام، ممكن هو يعني يفتح باب القرض الحسن، يسأل إخوانه، يسأل جيرانه، يسأل إخواته يقرضوه إذا كان باستطاعتهم أن يقرضوه قرض حسن. وبشرى لمن يقرض أخاه قرض حسنا، بشريات ثلاث. يقول تعالى في التغابن تقريبا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني القرض الخاص لوجه الله، يأخذ المبلغ ويرد كما هو. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. بشارة ثلاث ما أعظمها: يضاعفه لكم ويغفر لكم، الله شكور حليم. وبعدين المضاعفة الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قدر حسن فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الجزئية اللي بعد كده، ممكن هو يطلب من الناس، حتى لو ما في حرج شرعا، ما في حرج، هذا أولى. لو سأل الناس أن هم يقفوا بجانبه وأن يسندوه، اللي يستطيع أنه يعني ممكن 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 يأخذ من أموال الزكاة، يأخذ زكاة أموال إخوانه، يأخذ زكاة أموال أصدقائه، يأخذ زكاة أموال جيرانه يعني. وبالتالي لأن مصارف الزكاة، كما قال تعالى في الآية 60، الآية 60 من سورة التوبة التي تحدد مصارف الزكاة، يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين، أهو الغارم، أهو إذا كان استدان للطاعة ولم يستدان للمعصية، والغارمين هو في السبيل وابن السبيل فرضهم من الله، والله عليم حكيم. أيضا يحل له، أنه عفوا، يحل له عفوا في السؤال في النقطة دي وطرح دي، المسألة
الحديث الصحيح يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لذي ثلاث، لذي فقر مدقع، فقر شديد جدا لا يجد ما يكسو به عورته ولا يجد ما يسد به ما يسد به جوعته، فقر مدقع، أو لذي غرم مفزع وهم عليه غرامة دين كبير لا يستطيع سداده، أو لذي دم موجع قتل خطأ وعليه دية ولا يستطيع سداده. في كلها سبل، كلها ومخارج جعلها الله تعالى حتى لا نقع في الربا، لأن الربا يعني في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم في الوزر سواء. نعم. ربنا إن شاء الله يفرج عنه بإذن الله شيخنا بإذن الله. نسأل الله تعالى، وهذه ساعة مباركة وبعض إخواننا الآن منتظرين صلاة العصر وهم على صلاة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه كربة وأن يقضي عنه دينه بأسماء الحسنى وصفات العلو ورحمة المنزلة وأن يجعله من أمره فرجا ومخرجا إن شاء الله. آمين. نعم. يا رب.